من هوني نعملوا حاجتين، نخرج هاد بلان داكسيون كيفاش باش نتحرك. يعني ما نضيعش القانون تاع الحرب يكون بيطو، اش معناها؟ القانون يمشي قانون، والإداري بالهيراسي يمشي إداري، وراهو هذا الكل في وقتنا توا ما عادش الناس ولات تفك فكان، يلزم يكون مع الضغط وتحرك الشعب في الوقت. فرد وقت وراه اذا ما نعرفوش هكا هانا نكرهوا في داس اعطي سماك وفكان في الغلط وفي الحرام. لما نحن راجل نتحركوا في الحق وهذا يفرق.